اهلا بحضراتكم من جديد عشان برضو نفكر الساده المشاهدين. منتخب مصر لتنس الطاوله كان في الصين في بطوله العالم منذ ايام، وفي انجاز تاريخي الحقيقه وصلنا لدور ال 16، محدش قبل كده عملها ولا اي جيل عملها. ومعانا في الاستوديو مكملين حوارنا معانا مع طبعا كابتن شادي مجدي نجم النادي الاهلي في تنس الطاوله، وايضا نجم منتخب مصر واللي كان معاهم او كان مشارك ضمن منتخب مصر في بطوله الصين. واحنا مكملين حوارنا معاك شادي، يمكن هنتكلم عن السفر للصين في توقيت عصيب، هم نفسهم في الصين قافلين على نفسهم جامد، العالم يمكن كله تعايش مع كورونا والدنيا اتفتحت الا الصين. نهائي رحتوا ازاي؟ احكي لي القصه بدايه من انتقالكم من هنا الى ان وصلتوا لملعب او ارض الملعب في الصين. اوكي، هو اولا كان الاتحاد الدولي حاطط شويه ريستريكشنز كده في معينه، ان احنا لازم نبقى فقاعه اللي هي في البابل، يعني البابل دي بتبقى من اول بدايتها من السفر كمان، يعني بدايتها ان احنا لازم نبقى طب مسافرين بطياره خاصه، هنتقابل يعني كل الفرق كلها بتتقابل في حتتين في العالم كله، سنغافوره ودبي. الناس اللي قريبه من دبي بتروح على دبي، والناس اللي قريبه من سنغافوره بتروح على سنغافوره، فكانت اكتريت شرق اسيا رايحين على سنغافوره، والبلاد الباقيه كلها كانت جايه على دبي. ممتاز. اتقابلنا اكتريت الفرق كلها اتقابلت في دبي، ومن دبي خدنا طياره خاصه اللي هي تشارتر دي. خدت كل اللعيبه بكل منتخبات، ملهاش يعني مفيش اي حد بره تنس طاوله، بس الطياره كانت عباره عن لعيبه تنس طاوله ومدربين تنس طاوله، اي حاجه تنس طاوله، والكارجو كله مضارب وكل حاجه بالظبط، مفيش اي حاجه بره التنس طاوله. تمام. بس فخدتنا ورحنا من دبي على شنغدو على طول، يعني دايركت. كم ساعه طيران؟ كانت من دبي حوالي 8 ساعات. 8 ساعات، ماشي ماشي الحال. هو في العادي لما احنا بنسافر من مصر للصين دايركت بتبقى 11 ساعه، فده ارحم، ده ارحم طبعا. يعني الثلاث ساعات دول بيفرقوا. طب وقعدتوا ترانزيت في دبي قد ايه؟ لا كانت كتير بقى. ما ايوه، ما هو لسه بقى ليه بقى انا عايز اقف دي، لان انت مش كلكم رايحين بطياره واحده بالظبط، اللي جاي بطياره 9 10 واللي جاي 9 ونص واللي جاي من كل العالم بقى بتتجمع. بالظبط بالظبط. قعدتوا قد ايه بقى؟ 10 ساعات مثلا؟ ده حقيقي، يعني اول مره اول يعني احنا رايحين قعدنا 10 واحنا راجعين قعدنا اكتر من 12 ساعه. دي فين الصوره دي؟ دي بعد ما احنا اتاهلنا لل 16. بالظبط. ده كمامات وشغل لا لا، احنا ده موضوع الكمامات ده كان صعب، يعني احنا هناك ما بيسيبوناش نمشي من غير الكمامه جوه البطوله، مع ان احنا كلنا جوه الفقاعه، يعني جوه الصاله وجوه الاوتيل جوه في اي حته، لا لازم تفضل لابس كمامه. يبدو ان الصين ما زالت تعاني من كورونا. طب خلينا نقول بقى، ورحنا دبي قعدنا 10 ساعات ترانزيت، خدنا طياره خاصه، طياره كبيره بقى، كانت طياره كبيره قوي، كبيرة قوي، كبيرة جدا جدا، يعني ما خدت بقى كل كان معانا كل يعني تقريبا اكتريه البلاد، لان كان معانا امريكا ورومانيا وكل اوروبا كانت معانا في دبي، وكان معانا امريكا، وطبعا كل اي بلاد افريقيه، يعني احنا كان جنوب افريقيا كانت معانا، دي اللي كانت شاركت الوحيده من افريقيا معانا من في طب السيلات. معلش سؤال تاني برضو، ما هو احنا بنتكلم في فقاعه، هل انتوا وانتوا قاعدين في الطياره كان منتخب مصر قاعد جنب بعضه ولا لا؟ لا. لخبطيت لخبطيت كله، يعني اي حته في اي حته. بس اصلا الموضوع عشان نطلع على الطياره كميه صعوبات غير طبيعيه. ازاي؟ عاملين بقى ابلكيشن اولا من قبل ما نسافر بكام يوم، لازم بتعمل مساحات يوميا. احنا واحنا هناك قعدنا 12 او 13 يوم، قعدنا بنعمل مسحه يوميا ل 12 او 13 يوم. انتوا هناك؟ واحنا هناك. طب هنا بقى عملتوا ايه؟ قبل ما نسافر عندنا هنا يومين او ثلاثه قبل السفر بنعمل مساحات، ده مبدئيا كل واحد حاطط ايده على قلبه طبعا، ما هو انت لو غطشت. وممكن اصلا تبقى فولس، يعني مش حقيقيه، لان المساحات مش مظبوطه يعني. فلو حد طلع نيجاتيف قصدي بوزيتيف، مع السلامه، خلاص، ومش هتلحق يجيب حد مكانك، لان خلاص الاوبشنز اللي هم حاطينها دي مستحيل. عملتوا ثلاث ايام مساحات في ثلاث ايام ورا بعض؟ المساحات تمام، ولازم تدخل على الابلكيشن تقعد تعمل ان انت حرارتك ما بتزيدش، وتقعد تعمل ان انت ما عندكش اي اعراض، وتعمل كل يوم الكلام ده، لازم تعمله يومين كل اللعيب. تشيك ان تك، نو كذا نو كذا نو كذا نو 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 نو، بس بعد كده تشيك وبعد كده سبميت مثلا. سبميت كل يوم بقى لازم تعمل الكلام ده. كنا بنعمله المفروض، يعني احنا سافرنا يوم 15 او 25/9، ابتدينا الكلام ده من يوم 16. كل يوم تخش تعمل تشيك. طب انتوا المنتخب كان معسكرين في حته ولا كل واحد في بيته؟ كنا معسكرين في استاد القاهره، قعدنا معسكر مغلق بصراحه، كان قعدنا فيه حوالي 9 ايام او 10 ايام. في الاستاد في اوتيل ولا جابوه اوتيل جنب؟ لا، اوتيل جنب الاستاد. الاستاد بتتمرنوا في الاستاد؟ بالظبط، كنا بنتمرن يومين صبح وبالليل. بالنسبه لي انا كنت بالليل عشان الشغل. طبعا الشغل بالظبط. في اوقات كنت بصراحه الصبح لو في اجازه. يعني بصراحه كانوا كابتن المنتخب مقدرين الموضوع ده، يعني اللعيبه كلها كانت موجوده صبح وبالليل الا انا الوحيد اللي كنت واخد الاكسبشن ده. انت مهندس يعني
تعبت جامد في شهادتك فمحتاج برضو تاخد خبرات. طيب قبل السفر بثلاث ايام عملتوا ثلاث مساحات في ثلاث ايام. بالظبط بالظبط، هي كانت كانوا مساحتين بس مش ثلاثه، مساحتين وباركود بتبعت طبعا الابلكيشن عشان يبقوا شايفين بنبعت المساحات، يعني بنصور التيست بنصوره بنبعته بنعمله سميت كده كصوره ان هو موجود ده التيست بتاع اليوم ده وده بتاع اليوم الثاني وهكذا. ولازم يكون معتمد بالدوله ولا مش فارق؟ لازم لازم ختم النسخ. تمام. طيب عملتوا المسحتين، خدتوا رحله لدبي. رحنا لدبي، دبي ما كان يعني من هنا لدبي ما كانش فيه مشكله، المشكله بقى في دبي. انت لازم في دبي تقعد تعمل كيو ار كود كده معين ان انت عملت كل حاجه، انت بعد ما خلصنا اللي احنا بنقول عليه ده شروط دبي ولا شروط الاتحاد؟ شروط الصين. الصين الصين بقى دخول الصين ملوش دعوه اصلا بالاتحاد اصلا، ده دخول الصين كبلد. دخول الصين كبلد موضوع صعب جدا، معقد بشكل غير طبيعي. عملتوا دبي بقى احكي لي. اولا كل الناس واقفه مش عارفه تعمل ايه، يعني احنا معانا ناس بصراحه منظمين كتير بس من كميه الناس اللي كانت هناك ناس كتير قوي قوي كانت محتاسه لان الموضوع صعب جدا. ويعني مدينا يعني انتوا قابلتوا ناس في دبي من الاتحاد الدولي؟ كان في احنا اوريدي، ما هو اللي مسافرين معانا كان ناس اوريدي من الاتحاد الدولي، كان من ضمن الناس اللي على الطياره. بعثه بعثه كامله. فهي كانت ناس كتير قوي، فطبعا الناس بتحاول تساعد بس الناس من كتر ما هي كتيره، يعني احنا منتخبات كتير جدا جدا. وانت يعني عملت بص بقى في اللي جنبك وريني ما بالظبط كل بقى عمال كده، يعني احنا كنا مقضيينها كده بقى كل واحد، طب انت عملت ايه؟ طب انت عملت ايه؟ وواحد يعرف الناس كلها تلام عليه. وواحد لو غلط هيمشي الناس كلها غلط. كده كده انا عارف انا الجو ده. بس ففضلنا بقى طبعا في الحوسه دي كتير يعني، وفي فعلا في ناس كانت هتسافر وفي اوريدي ناس ما عرفتش تسافر. طب ايه اللي مطلوب بقى؟ يعني بتعمل تشيك ان زي الحاجات اللي انت عملتها دي ولا في حاجات اكتر؟ لا يا ريت بقى كده، اولا لازم تكتب الناس اللي هتتواصل معاهم في الصين هناك، الناس اللي انت يعني الاسم الاوتيل ايه؟ قاعد فين؟ الاقامه مين ده؟ حاجات كتير قوي. ايوه ما هو احنا بقى ما هي دي بقى اللي احنا كنا مش عارفينه، فاحنا ابتدينا نسال الناس محدش عارف يعمل ايه. فالناس كلها بتلف على حاجه محدش عارفها اساسا. بالظبط انت مش عارف الموضوع صعب. بس طب عرفتوا الكلام ده جالكوا بقى من الاتحاد الدولي؟ الاتحاد الدولي بقى ابتدى يجي لنا ويقول لنا التفاصيل ونحط على الابلكيشن ايه بالظبط. طبعا كميات حاجات، وكنت فين اخر 14 يوم؟ طب سافرت فين؟ اخر سفريه كانت فين؟ قعدت قد ايه؟ كل ده عشان تخش الصين؟ موضوع صعب معقد بشكل يعني غير طبيعي. بس يعني فعلا احنا كان مدرب المنتخب معانا ما كانش هيسافر، يعني لحد اخر لحظه قبل ما نطلع، يعني احنا كلنا عملنا بوردنج. لا لا مش كده، الاجراءات ما بتخلص، احنا لازم نعمل حاجه اسمها جرين كيو ار كود. جرين كيو ار كود يعني انت كل اجراءاتك تمام وصحتك تمام وما عندكش كورونا وما عندكش اي حاجه. ففي ناس اوريدي تمام بس الكود ما بيتعملش، فكان كابتن المنتخب تعالى ما كانش هيسافر لحد اخر لحظه، احنا كلنا عملنا بوردنج وطلعنا الطياره وهو ما كانش هيسافر.